السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الطين مفيد. في هذا الدرس نتعرف على طريقة وضع الغراء على الرمال لجعل الرمال متماسكة وعمل أشكال جميلة ورائعة زي هذه الأشكال اللي أمامنا عن طريق القوالب. أيضا هذا الشكل معانا هذا، وأيضا عمل بعض الأشكال الحرة زي مثلا ورقة الشجر هذه. إذا استفدت من الفيديو لا تنسوا اللايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هنشوف مع بعض الأدوات والخامات اللي احنا ممكن نحتاجها. عندي هنا رمل ملون موجود زي كده في مكتبات، في طبعا ادوات المكتبيه موجود فيها. عندي غراء ابيض هذا موجود عند بتوع السباكه والكهرباء موجود هناك، وعندي هنا عصاتين او اي ملاعق او اي شيء تقدر تقلب به الرمال مع بعضها، وعندي هنا قوالب ممكن نستخدمها. هنشوف طريقتها مع بعض، هنشوف طريقه عمل الاشكال مع بعض. هبدا افتح العلبه هذه وهنضع طبعا داخلها هنشوف الرملة موجودة، بتكون موجودة في كيس زي هذا، وهبدأ أضع الرمال هذه هنا داخل. هفتح الكيس وأضع الرملة داخل العلبة هذه. شايفين هذه؟ طيب احنا ممكن نعمل بها اشكال بالطريقه هذه بنفس الشكل، بالطريقه هذه ممكن نجيب شكل السلحفاه مثلا هذه ونضع فيها. شايفين الرمله لما بتضغط عليها بالشكل هذا بتتماسك كده، وممكن كان نجرب نعمل بها شكل سلحفاه مثلا. احنا المفروض احنا نضيف على بس هنجربها لكم الاول قبل ما مضى عليها قليل من الغراء، واضغط عليها جيدا تتماسك كده الرمال، وابدأ افضيها هنا كده. شايفين شكل السلحفاة؟ فالموضوع يعني شكله سهل وبسيط. فهنشوف كده طبعا مع بعض، طبعا لكنها هنا كده غير متماسكة، مسكتها من هنا كده خلاص تخرب. فهنشوف احنا مع بعض طريقة ايه وضع الغراء عليها، وهنستخدمها مع بعض في عمل اشكال زي كده. هجيب هنا القليل من الغراء كده، هفك العلبة وهنضع جزء من الغراء الابيض هذا. الغراء فتح طبعا هيخليها تتماسك، هيخلي الرمال هذه تتماسك مع بعضها. فابدأ افضيها كده بالشكل هذا. طبعا احنا لو عايزين نعمل الوان كثيره ممكن نجيب رمال عاديه ونضع عليها برضه الغراء هذا، ونجيب الوان مائيه مثلا ونبدا نقلب كده الرمال هذه في الغراء هذا. نقلبها طبعا بشكل جيد. ولو جبنا الرمال اللي هي العادية خالص ونضع فيها نضع لها لون ونضع فيها غراء أبيض زي هذا يكون ألوان زي الصبغات كده أو ألوان مائية، ونضيف عليها ألوان إكريليك ألوان مائية وهنضيفها على الرمال. هتغير لون الرمال وتتماسك طبعا عن طريق الغراء. نمسكها كده بيدنا طبعا، هي بعد ما تجف هتكون متماسكة. الحين بعد ما هتجف هتكون متماسكة، عشان كده احنا نبدأ نعمل بها اشكال. من خلال هذه القوالب اللي عندنا
فابدا اجيب الاشكال اللي عندي. هذه مثلا السلحفاه هذه، وهبدا اضع بعض الرمال فيها كده. بس مش هنضغط عليها جيدا عشان تتماسك مع بعضها ويكون الشكل الشكل يطلع معانا مظبوط. هنزلها هنا كده على شايفين انها تماسكت مع بعد الغراء، تماسكت شوي شايفين، حتى لو مسكتها من هنا كده هي اي نعم لان لسه طريقة طبعا، فبالتالي محتاجة وقت تاخد وقتها براحتها خالص عشان ما تخرب معانا. ممكن نعمل شكل نجمة زي هذه، او ممكن نعمل بقى اشكال مختلفة. احنا ممكن نعمل نشكل بها اشكال مختلفة غير العمل في القوالب زي كده. خلي هذه كده لحالها هنا، وابدأ اهو قلنا نضغط جيدا على على الاشكال، نضغط جيدا على الرمال في الشكل كده. طبعا هنا فيها بعض الحواف اللي هي زي هذه، هي اللي بتخلي الشكل ينزل معنا، واضغط عليها كده بشكل جيد. طبعا قلنا الغراء بعد ما بتجف بتكون متماسكه بسبب ان الغراء هذا هيخليها متماسكه مع بعض. كده ضغطنا عليها جيدا خلاص. ممكن اغطيها هنا، شوف كده على الغطاء هذا، شايفين النجمة طلع شكلها جميل جدا جدا زي ما احنا شايفينها بالطريقة هذه. فاذا الطينة او الرملة هذه ممكن نجيب الرملة العادية ونضع عليها غراء ابيض، وبالتالي هيصير معانا نعمل بها اشكال جميلة جدا ورائعة. طيب هنشوفها كيف تشكيل اي شيء. طيب هنجيب الرملة هذه وهنضعها كده هنا، نعمل بها شكل مثلا ورقة نبات اي شيء. نضغط عليها كده بيدنا، ونعمل شكل برتقالة، تفاحة، أي فاكهة من الفواكه. خلينا نعمل ورقة نبات مثلا، ممكن نستعين بأي أدوات عندك في المطبخ. طبعا التشكيل بالرمل غير الطين، الرمال غير غير الطينة، لكن ممكن تعطينا اشكال جميلة جدا ورائعة ايضا. وافضل شيء لها يعتبر استخدام القوالب، افضل شيء لها يعتبر القوالب. انا مثلا عايز اعمل هنا خط كده في الرملة هنا، زي ما قلنا هعمل ورقة نبات.
وبالشكل هذا يكون احنا انتهينا من درس اليوم اللي هو الطين مفيد. وزي ما شفنا طبعا خلطنا الرماء مع الرمال، هذه الغراء الابيض، وطلعنا الاشكال بالشكل اللي امامنا هذا اللي احنا شايفينه. اذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا اللايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.